أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين، وزير في حكومة الشرعية يفلت من الإقامة الجبرية في صنعاء ويصل إلى عدن. موقع الصحوانيت يتساءل، عبوة ناسفة لإفراغ عدن، من ينزع صواعقها للأبد؟ صحيفة القدس العربي تضع مقارنة بين المساعدات الكندية الإنسانية إلى اليمن وصفقة الأسلحة مع السعودية. صحيفة بريطانيا تقول، سنصحو من نومنا لنجد أنفسنا في جمهورية بريطانيا الإسلامية. أهلا بكم. بعد جمود لأكثر من عامين، عاودت الأمم المتحدة تكثيف جهودها الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن إلى مستوى يمكن الأطراف المتحاربة من تجاوز تصلب المواقف إلى العمل على إعادة الثقة، ما يعني استئناف المفاوضات السياسية ويعلق موقع المشاهد نت. جنيف 3 بعيون الشارع اليمني، انتصروا للسلام بعد 4 أعوام من الحرب. وبحسب مراقبين سياسيين، فإن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن أعاد طرح الخيار السياسي كحل واقعي لإنهاء الحرب، إلا أن عملية بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة وتحريك العملية السياسية يصطدم بعوامل محلية وإقليمية تقوض فرص السلام. يقول الموقع، يعيش الشارع اليمني حالة من الترقب الشديد، علهم يسمعون خبر إيقاف الحرب في اليمن الذي ينتظروه بفارغ من الصبر، لكن التوقعات التي يعيشها الوسط السياسي ربما هي نفسها يعيشها الشارع اليمني، إذ يرى البعض أن إعلان موعد المفاوضات وسط انقسام وتراشق بين الأطراف المتحاربة قد لا تدفع بهذا الحوار إلى الواجهة بشكل جدي، وأن مسألة التلاعب بالوقت والأوراق السياسية وأوراق الميدان ما تزال بمثابة عراقيل أمام أي حوار قادم. يخاطب السفير اليمني في الأردن علي العمراني، يخاطب قيادة المجلس الانتقالي في عدن، منتقدا ما يحدث فيها ومضيفا في جزء من مقال نشر في الصحوانيت. عندما تحررت بيحان من الحوثي رددوا شعار بالروح والدم نفديك يا يمن، ورفعت بيحان علم الجمهورية اليمنية وهي تتحرر، والذي هو في الأصل علم الاستقلال عن بريطانيا وعلم الجبهة القومية. لكن ذلك العلم يداس أي يحرقه من يسمون أنفسهم المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلابي على كل شيء. في الحقيقة يدوسونه ويحرقونه وقد صنعه ورفعه آباؤهم وأجدادهم اليمنيون الأحرار ذات زمان كان للعروبة معنى كبير. عندما عزمت أمي ذات 84 عاما على السفر من عمان الأردن قبل أيام، حجزنا لها إلى عدن القريبة من البيضاء، لكنها غيرت الوجهة إلى سيئون بعدما أخبرنا قريبنا المولود أبوه في أبين أنه غير قادر هذه المرة على المرور إلى عدن ليلتقيها، لأنه ولد في البيضاء والتقاها بدلا عن ذلك في سيئون. أخي عيدروس الزبيدي وأخي هاني بن بريك، دعوني أكون واضحا وصريحا معكما. المعاناة التي يتسبب بها أتباعكما للمسافرين على الطرقات إلى عدن فظيعة ومجحفة ومؤلمة وظالمة ومهينة، وتجعلكم تخسرون حتما حتى أخلاقية. إذا كان كل هذا الظلم والتعسف هو تمهيد للانفصال وفك الارتباط أو استعادة دولة الجنوب كما تقولون، فكل ذلك لن يحدث، صدقوني لن يحدث. وهنا لا ضرورة للتوسل للحفاظ على الوحدة، ولا القصد هو التهديد بالقوة، لكن هذه هي الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن حسابات السياسي اللبيب الحصيف، والذي يفوته إدراك هذه الحقيقة الآن. سيدركها لاحقا، لكن ربما بعد متاعب وألم وخسارة أخلاقية مروعة. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي علق حول واحد من الموضوعات، وزير في حكومة الشرعية يفلت من الإقامة الجبرية في صنعاء ويصل إلى عدن. قال الموقع إن وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول تمكن من الإفلات من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكدت مصادر في عدن أن الأشول وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن مساء الجمعة بعد أن تمكن من الفرار من صنعاء، حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية هناك من قبل ميليشيات الحوثي منذ أكثر من عامين.
يذكر أن الدكتور الأشول قضى 8 أشهر في سجون ميليشيات الانقلابيين الحوثيين في صنعاء قبل أن يفرجوا عنه من المعتقل ويضعوه قيد الإقامة الجبرية في منزله. وكان الأشول الذي ينتمي لحزب الإصلاح قد شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عقب انتفاضة فبراير 2011، وبعدها عين وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني في حكومة خالد بحاح عام 2014، ليبقى بعدها في منصبه رغم كونه قيد الإقامة الجبرية في صنعاء. منذ قرابة 3 سنوات والأجواء اليمنية مغلقة أمام طيران العالم واليمنيون يعيشون حصارا خانقا إلى جانب الحرب. علينا أن نكون شجعانا ونسميه حصارا كما هو في حقيقة الأمر. هكذا بدأ علي الفقيه مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا. رقعة جغرافية يقطنها ما يزيد عن 30 مليون نسمة، مضروب عليهم سياج غليظ يحول دون قدرتهم على الحركة أو التنقل من وإلى خارج البلد. وفي هذه الحالة يعجز المرضى عن السفر للعلاج، ويصعب سفر الطالب والتاجر والمغترب. مطار سيئون وعدن وطائرتان متهالكتان تابعتان للخطوط الجوية اليمنية فقط هي إجمالي قوام الحركة الجوية التي تنتظر الحصول على إذن من التحالف ومعرضة للتوقف في أي لحظة، وهو ما يحدث بشكل متكرر. وإلى جانب توقف الحركة في مطار عدن بين الوقت والآخر بسبب الاضطرابات الأمنية في مدينة تسيطر عليها تشكيلات مسلحة مدعومة من التحالف ولا تعترف بالحكومة الشرعية، فإن طائرتي اليمنية اللتين تتحركان في هذه المساحة الجوية وحدهما ذهابا وإيابا إلى عاصمتين عربيتين القاهرة وعمان هما أيضا تعتبران فنيا في أدنى درجات الجاهزية ومعرضتان للتوقف بشكل متكرر. إجمالا فإن الحصار الخانق الذي يعيشه اليمنيون جعلهم معزولين عن العالم وجعل كلفة السفر مضاعفة، حيث يدفع المسافر على متن طيران اليمنية كلفة تزيد في الغالب بنسبة 100% عن السفر على غيرها من خطوط الطيران في العالم. الغريب في الأمر أن المعنيين بأمر اليمن، وأقصد بالتحديد التحالف العربي، يبدو غير مكترث لهذه الأزمة، بل إن مطارات يمكن تشغيلها لا تزال مغلقة رغم كونها في مدن أكثر هدوءاً واستقراراً من غيرها، حيث لا يزال مطار الريان في المكلا خارج الخدمة دون أي مبرر واضح. لماذا يتم خنق اليمنيين على هذا النحو وإغلاق الطريق أمام ملايين المغتربين والمرضى والطلبة والتجار، بينما هناك إمكانية لتسهيل الحركة دون أن يكون هناك مخاطر أمنية أو عسكرية؟ يركز موقع الصحوانت على ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن، وعنوان الموقع: عبوات ناسفة لإفراغ عدن، من ينزع صواعقها للأبد. قال الموقع في تقريره عما يتعرض له حزب سياسي في إبريل المنصرم. سلم رئيس الحزب في عدن البرلماني أنصاف مايو للمبعوث الأممي جريفيث ملفا يتضمن معلومات ووثائق عن الانتهاكات التي تعرض لها الحزب في عدن من إحراق ومداهمة مقرات واعتقالات قيادات ونشطاء في الحزب. ويبقى تساؤل الشارع العدني عن الجهة التي تستطيع أن تفكك هذه العبوات من طريق مدينة السلام والتعايش عدن بعد تجاهل كبير من قبل أمن عدن والأجهزة الأمنية ذات الصلة. يرى موقع الصحوانيت أنه لا مؤشرات على أن الحرب المستمرة ضد كوادر الإصلاح ومؤسساته ستتوقف، بل تتصاعد يوما بعد آخر منذ العام المنصرم، حيث تحولت من مهاجمة المقرات والاختطافات إلى الاغتيالات المباشرة بمسدسات كاتم الصوت وعبوات ناسفة، فيما وصف أو وصف الحزب ما يتعرض له من حرب بأنها في سياق الانتقام من مواقفه الوطنية. اختارت صحيفة الأيام إحدى المفارقات الموجودة في عدن ووضعتها عنوانا بارزا، وقالت الصحيفة: في عدن لا فرق بين الصيدلية والبقالة. تقول الأيام: بات انتشار الصيدليات المخالفة في عموم مديريات العاصمة عدن واحدة من أبرز المشكلات التي تنذر بكارثة في المدينة، كما تسبب غياب دور الرقابة والتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة على انتشار الأدوية المهربة والتقليدية. وأكد مسؤول للأيام أن المجاملة والمحاباة وغض الطرف
أسباب رئيسية وراء انتشار هذه الصيدليات. وأوضح مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي في مكتب الصحة بعدن الدكتور عبد الله ناصر أن توقف دور الرقابة والتفتيش ناتج عن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والتغيرات الإدارية التي شهدتها إدارة الصيدلة والتي تسببت بحدوث نوع من التوتر في العمل. وأضاف في تصريحه للأيام: خلق الانقطاع عن العمل أيضا فجوة، ولسدها عملنا خطة لاستدعاء جميع ملاك الصيدليات، وسيتم في كل مديرية بشكل منفصل، ومن ثم سنعمل على توضيح النظم والشروط القانونية والأشياء المسموحة والممنوعة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وضعت صحيفة القدس العربي مقارنة بين دولتين وطريقة تعامل كل واحدة منهما مع اليمن، وعنونت الصحيفة: مقارنة بين المساعدات الكندية الإنسانية في اليمن أو إلى اليمن وصفقة الأسلحة مع السعودية. قالت الصحيفة أن التدهور الدبلوماسي بين كندا والسعودية دفع إلى إعادة الجدل بشأن صفقة أسلحة بين البلدين إلى الضوء، إذ جمدت السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع جميع العلاقات التجارية مع كندا. اقترح أحد الخبراء أن استدعاء الطلاب السعوديين قد يكلف الاقتصاد الكندي ما يصل إلى 2 مليار دولار من الاستثمارات السنوية، ولكن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بصفقة الأسلحة بين كندا والسعودية التي وقعها ستيفن هاربر في عام 2014، والتي أيادها في وقت لاحق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. ولم تشر السعودية حتى الآن إلى أنها ستلغي صفقة الأسلحة الرئيسية، ومنذ إقرار الصفقة زادت السعودية من عملها ضد جماعة الحوثي، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت المركبات الكندية تستخدم في الحرب اليمنية بسبب شرط السرية في الصفقة. ووفقا لاختبار كندا الخاص بالتحكم في التصدير، لا يمكن بيع الأسلحة إلا إذا ثبت أنه لا يوجد خطر معقول من استخدام السلاح ضد السكان المدنيين. وقدمت كندا من جهة أخرى مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 65 مليون دولار منذ مارس 2017، وبالمقارنة فإن هذا أقل من 1% من صفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 14 مليار و800 مليون دولار. تقول رشا محمد الباحثة اليمنية التي تتبع منظمة العفو الدولية لصحيفة لوموند الفرنسية حول مقتل 30 طفلا في غارة جوية على حافلة في صعدة: بالنظر إلى عدد الضحايا وطريقة عمل التحالف منذ بداية النزاع، يصعب الاعتقاد بأن هذه الغارة قد تمت وفقا للقانون الإنساني الدولي كما يقول التحالف. وتضيف في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: منذ بداية مشاركته أظهر التحالف أنه لا يأخذ في الاعتبار حرمة حياة الأطفال، وقد تعرضت المدارس وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الأطفال للغارات المتكررة. وأضافت: الأسواق مثل تلك التي وقع فيها هجوم يوم الخميس تمثل هدفا متكررا للتحالف. وتقول الصحيفة أنه في خريف 2017 حدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن قصف التحالف السعودي يعتبر أول سبب للإصابات المدنية في الصراع في اليمن. وتذهب الصحيفة إلى الحديث عن الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية: الولايات المتحدة هي أول داعم غربي للقوى التي تقودها الرياض، وقد سلمت فرنسا في 2017 معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.4 مليار يورو. المتاجرة بالخوف. تحت هذا العنوان كتبت الروائية السودانية ابتسام تريسي مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: يخترع الطغاة بدائلهم أيضا، البدائل التي تجعلهم محور هذا العالم المجنون في تطوره السريع. من آليات التطور التي اخترعها الطغاة إبادة المجتمعات التي يحكمونها، والقضاء على الحضارات، ومحو ذاكرات الجماعات بالتغيير الديموغرافي، وتكريس وجود جماعات إرهابية لمحاربتها. وتلك ليست مهمة الطغاة فقط، بل أيضا أصحاب شركات السيارات المصفحة وتجار الأسلحة. الدولة تتنصل من مسؤولياتها في حماية التجمعات والاتحادات، وتترك الفرد في العراء.
يبحث عن أمنه الشخصي بالمتاح لديه من وسائل، وهي في مطلق الأحوال ضعيفة وهشة وغير قابلة للمواجهة، وبذلك يصبح الفرد جاهزاً لتلقي رسائل السلطة الدولة التي تطالبه بمزيد من المرونة والطواعية التي هي الحل الوحيد ليشعر بالأمان الذي لا تستطيع توفيره له، وتدفع الأفراد لتبني مقولة اللهم أسألك نفسي. فالفرد يريد أمانه الشخصي في دولة تفكك الجماعات التي كان الفرد يشعر داخلها بالأمان الجمعي. المهمة الأولى للدولة أن تحمي مواطنيها من كل خطر يهدد سلامتهم، وهذا أول الوعود التي يطلقها مرشح الرئاسة في العادة. ولكن حين تتنصل الدولة من دورها أو تكون هي السبب في جعل حياة مواطنيها في خطر بتحويل المسار من حماية المواطن من الأخطار الخارجية على اعتبار أنه يعيش بأمان داخلي إلى حمايته من أخطار فردية هي من أوجدها، وأكثرها حضورا في زمننا الحماية من الجماعات الإرهابية التي انتشرت كالوباء في كل الدول والمجتمعات ولم تقتصر على الدول التي تعاني من الحروب على أراضيها. ننتقل إلى صحيفة التايمز التي أجرت مقابلة مع رجل الدين الإسلامي حاج هارغي، وهو إمام مسجد في أكسفورد الذي يؤيد حظر النقاب والبرقع في بريطانيا، وجاء عنوان المقابلة: سنصحو من نومنا لنجد أنفسنا في جمهورية بريطانيا الإسلامية. يقول المحرر أن هارغي بادره بطرح سؤال مباغت: هل تعتقد أن هؤلاء الوهابيين وغيرهم من المتطرفين سيكتفون بالنقاب؟ ثم يجيب على تساؤله قائلا: كلا، النقاب حصان طروادة، سيبدأون في المطالبة بتطبيق المزيد من الإجراءات الصادرة من تصورهم للشريعة. ويقول: هؤلاء البيض الليبراليون الذين يقرؤون صحف اليسار والجارديان يعتقدون أنهم يجب أن يسمحوا بالتعددية الثقافية التي يتساوى فيها كل شيء، ولكنهم سيستيقظون إن لم يحدث ما يوقف ذلك ليجدوا أنفسهم في جمهورية بريطانيا الإسلامية. ويقول كاتب التقرير أنه مع الأخذ في الاعتبار أن المتطرفين الإسلاميين أقلية دينية في بريطانيا، فإن مخاوف هارغي تبدو غير مرجحة بصورة كبيرة، ولكن هارغي لا يتفق مع ذلك متسائلا: كيف تصبح الأقليات أغلبية؟ هتلر ومن يؤيدونه كانوا أقلية في البداية، يجب أن نقضي على الأمر في بدايته. أمريكا وروسيا وجهان لنفس عملة مصالح الأعمال الإجرامية. تحت هذا العنوان كتب دان كورجيسكو مقالا ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد، وقال في جزء منه: على مدى سنوات طويلة سبقت العام 1989، عمل الغرب من خلال مزيج من الأعمال القانونية والنشاط الإجرامي على إقحام النخب الشيوعية في صفقات مربحة وإغرائهم بالوعود من كل الأنواع. بل إن هذا الوضع كان أكثر وضوحاً في يوغوسلافيا غير المنحازة، التي حافظت لسنوات على اتصالات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ومع المصالح التجارية في أمريكا وأوروبا الغربية. وهكذا شهدت حقبة الحرب الباردة تقارباً سريعاً بين مصالح الاقتصاد والسلطة بين كل من الغرب والنخب الشيوعية. وسرعان ما أدرك الشيوعيون بالاسم فقط بطبيعة الحال المنافع الاقتصادية المتاحة لهم من خلال التعاون السري أحياناً والمعلن أحياناً أخرى مع المصالح التجارية الإجرامية الغربية. في نهاية المطاف أدركت النخب الشيوعية أن لديها فرصة اقتصادية غير مسبوقة بين أيديها. لقد أصبحت خصخصة الدولة أمراً ممكناً في جزء منها بمشاركة غربية نشطة. وبالنسبة لهؤلاء أصبحت الحرية تعني الحرية في أن يصبح المرء غنياً أكثر مما يمكن أن يكون قد تخيل في أكثر أحلامه جموحاً. وكان عقد التسعينيات كذلك بالضبط، جنة للصوصية والسرقة على نطاق لا يمكن تخيله، وكله تحت عنوان إعادة انبعاث الرأسمالية والحرية. كان الاعتقاد الراسخ الوحيد الذي ما يزالون يحتفظون به هو التحسين الاقتصادي لأنفسهم ولعائلاتهم من خلال الاستحواذ بأي وسيلة على أكبر عدد ممكن من فئات الأصول. وفي واقع الأمر أصبحوا صورة مرآة لعدوهم الغرب الرأسمالي الإمبريالي.
الكثير من الأحداث التي وثقتها عدسات المصورين حول العالم نشرتها صحيفة الجارديان، وقد تباينت بين أحداث السياسة ونقابات الطبيعة، نتابعها في جولتنا المصورة. كيف عبر رسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا، إلى اللقاء.